بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعداء اليوم في أكاديمية الرؤية فيجن أكاديمي للمالك والمؤسس الكابتن القدير كابتن المنتخب السعودي واللي لعب لعدة أندية الكابتن عيسى المحياني. سعداء بهذا الحضور الكبير وهذا الحضور الجميل، ومن ضمن السعادة اللي اليوم الغامرة إن نشوف الشراكة المجتمعية اللي موجودة سواء من مجموعة خياط تفصيل، الخياط الشهير طبعا أنا واحد من اللي يفصلون في خياط تفصيل بشكل حصري، وسعيد اليوم ما شاء الله تبارك الله أني أنا أشوف تفصيل موجود ما شاء الله على صدر الفناين بشكل رئيسي مع الشباب ومع الناشئين ومع البراعم. هذا دليل كبير جدا أن الشراكة الاجتماعية مهمة جدا في مثل هذه الأكاديميات، وأتمنى لهم التوفيق سواء لتفصيل ولا لأكاديمية الكابتن عيسى المحياني، وبإذن الله نشوف شراكات مجتمعية كبيرة وبشكل كبير جدا إن شاء الله في المستقبل سواء لأكاديمية الكابتن عيسى ولا لأكاديميات إن شاء الله على مستوى المملكة، وفي ظل الدعم الكبير اللي تجد الأكاديميات والرياضة السعودية وبالأخص كرة القدم والقائمين عليها إن شاء الله.